من هذا الفعل الأثم. كان أعتقد أنه يمكننا تخلصوا على هذا المفكر في ظرف 3 سنوات. كانت ضفرة الجهود من تأجيب أن ترخيم الوضرة الوطنية القطاع المعني بالضبط بالطبع مجالس المنتخبة جماعة الترابية المعنية وكذلك المجلس الإقليمي وربما المجلس الجهوي. فإحنا في حوار دائم وغادي نقترحوا يكون في دورة مقبلة إن شاء الله موضوع واحد الاتفاقية ديال الشراكة اللي كنطلبوا نكون واحد المساهمة ما بين 5 حتى 6 سنين ديال الدنيا كمجلس إقليمي على مدى سنتين 3 سنوات مدة 3 سنوات ما يعادل واحد 30 كسب تقريبا. فإذا توزعت المجهودات على جميع الفاعلين كنعتقدوا حنا جازمين بنا في 3 سنوات نتخلصوا من هذه الدفعات إن شاء الله ونتخلصوا نهائيا من هذا العدد الهائل اللي هو 449 كلمة مفكر اللي كيما وصلوا من المتدخلين هذاك كنرجع للموضوع ديال الصحاوية خصنا نتخلصوا منه. شكرا سي الرئيس. شكرا. هذا الأفهم بالنسبة